الناس أن معه جوال. وأنا يا شباب الكلام هذا للجميع، مبدأ الاعتراف عن تركي يخفف العقوبة، لأن المقطع واضح وظاهر أن معه جوال، وما فيها داعي أنك تقتل حلمك هو لسه ما بدأ. فإذا معك جوال أو أخطأت قل أنا معي جوال واخطيت، وشوف شلون أنا بعاملك بالعقوبة المخففة. ضاري، شو اللي حصل؟ شو اللي حصل في المقطع؟ أي مقطع؟ اللي تكون شفته عن طريق التيك توك أمس، أو فيديو واضح لك؟ عرضوه، عرضوه يا شباب، خلي شوفه. اللي راح يوم أيام يمكن بالتصفية كنت أسمعك كثير، ما قدر النعمة، ما قدر النعمة. هذه أمس طلعت لي بابا. نعمة ولا أمس طلعت لي شفتها بات تيك توك. كمل. عضاري، شو اللي حصل؟ رجع السبحة في مخبك. بشر، أنا قلت لك ترى مبدأ الاعتراف عندي له نظرة مختلفة في العقوبة. ممتاز. شو اللي حصل؟ اللي حصل إنه كنا قاعدين نسولف. إيه. دش الموضوع، والله ناسي الموضوع شنو كان. إيه. فشاهد من الموضوع إنه طرى لي السالفة، وأنا شايفها بالتيك توك قبل. شايفها قبل بالتيك توك، السالفة هذه اللي قالها أخوي سعود. أنت كنت شايفها أمس. حدد أنت يوم. من الحماس قلت شايفها أمس، لكن أنا شايفها قبل ما أدخلها برنامج، إن السالفة أتوقع إنها قديمة. هذا الموضوع كله باختصار. لا مو بالصحيح ذا. ما معي جوال نهائياً، ولو عندي كان أول من دشيت أظهرته. جوالات سلمناها قبل أن أدخل غرية. ما عندي كلام ثاني. وإذا وش المقطع اللي شفته أنت في الجوال؟ لا على سالفة هالموضوع هذا. إيه. ناسي الموضوع شنو. بس أنت حددت التحديد هذا يدينك. أنت قلت أنا شايفها أمس. أخذاني الحماس وقلت شايفها أمس، لكن أنا شايفها قبل ما أدخل غرية. سالفة هذه قديمة. طيب أنت تعرف أنك مخالف حتى بالكلام هذا. سب. حتى لو كان الكلام هذا قديم، المفروض ما تقول بهالطريقة هذه، تؤكد معك جوال. هذا يدينك هذا الكلام. كلامك. لما أنا لي أكثر من أسبوع في البرنامج وأقول أمس أنا شايف الجوال، فمعناته معك جوال. هو ما في شيء. أو ممكن إنك شايفه مثلاً من أحد الناس الموجودين. هذا برضو يخفف العقوبة لما تقول فلان هو اللي أنا شفت الفيديو عن طريقه، تأخذ عقوبة لكن تكون أخف من عقوبة تحرم فيها من حلم أنت جاي من الكويت له. كلام سليم. تسمح لي أرد يا أستاذ؟ خذانا الحماس وقت أنا شايف السالفة هذه قديمة بالبرنامج نفسه، لكن خذاني الحماس طريتها على موضوع أمس من الحماس، خبر الشباب متحمسين زيادة. لكن لو في شيء يثبت أن الجوال موجود معي والشباب لاقينا، كان جبت لك من غير ما يجيبونه نهائيا. طيب يا ضاري، خلاص تفضل. وأنا محمد منصور. كلا. محمد ناصر.